ايش اللي صاير هنا؟ اشتريت لها يخت حاملي، مش عارف اودي الفلوس. انا كذا جميل، بس هذه الاشياء الحلوه اللي تعبر، هي طريقه تعبير عن المشاعر والحب، وحلوه هذه الثقافه ان الانسان يعني يعبر بمشاعر باشياء حلوه. ايوه واخد بالك يا خالد، ايوه يعني جبت يخت انتهت الطياره مثلا، يعني فك شويه. ليه بتصعبها عليك؟ الطياره ورق يا اخي. وطبعا نتيجه هذا الحب ثمرتها ولد زي القمر ادم، لنوجه تحيه، 15 سنه، ودليده 10 سنين. الله يحفظها لكم يا رب. هل حقيقه مقوله انه البنت بنت ابوها والولد ولد امه، البنت بنت باباها؟ لا قول انت بقى. شوفي، هو ادم يعني ماجد بالنسبه، هو كوبي بيست من ماجد. كوبي بيست ادم، ما سابش حاجه، سبحان الله، ما سابش حاجه، والله ما سابش حاجه ما شاء الله خالص. ماجد هو ماجد خلاص كده. ويعني ماجد بالنسبه له شيء كبير قوي، يعني لدرجه ان انا يعني انا خايف والله يعني عليه، ربنا يعني بس يدي الواحد العمر ان انا يعني افرحه بس يعني واوقفه على رجليه وكده. ادم متمسك بيا بشكل غير طبيعي ما شاء الله. دليدا طبعا، دليدا ما بتعرفش تظهر حبها، خدتي بالك ازاي؟ بس هي عقلانيه منظمه، يعني عارفه هي ليها كاركتر كده خلاص، ما شاء الله. لكن هي طبعا روحها فيها، بس هي برضو مشدوده الرنه اكتر، لان لما سنها يعني في السن ده برضو هي بتحتاج ان هي تبقى قريبه للام اكتر. يعني يعني انت عندك 2 ماجد في البيت. كيف الموضوع؟ 2 ماجد مشكله. شفتي، حبيتي واحد وجا لك 2، صعب جدا. صعب على اساس ان انا صعب يعني؟ لا طبعا ما صعب، انا عايز افهم يعني ايه صعب. بس هو واخد مني فعلا، احنا في اول، لما عايزين بس هو واخد منه فعلا حاجات كتير جدا جدا. حاجات يعني ايش اكثر حاجه بتشبه بابا فيه؟ ما يعني ادم بيشبه بابا اكثر حاجه غير الشكل؟ ممكن الشكل لا، هو واخد منه حاجات كتير جميله، واخد منه جدعنه، جدع جدا مع اصحابه، والكرم رهيب، كريم جدا. وماجد كده ما شاء الله منه الكرم. طيب انا عندي سؤال كده على السريع، هل الحب مع السنين يزيد ولا ينقص؟ ليش تسال السؤال؟ شوف، يعني انا كنت عايز اتكلم على 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 الفيديو اللي عرضتوه من شويه. هو برضه هنرجع للحته دي ويرد على السؤال ده. شوف، لو الراجل باستمرار بيعمل ريفرش للعلاقة ويفاجئ مراته بحاجات كده، ده بيجدد كل حاجة صدقني، لأن الروتين بيقتل حاجات. عارف ازاي؟ يعني أنا دايما مع رنا بعمل حاجات كده، يعني هي فعلا والله ما كانتش تعرف ان انا جاي الساحل خالص، ما تعرفش ان انا مظبط مع كل الناس اللي موجودين على اليخت، عارفين ان انا جاي، وهي الوحيدة ما تعرفش. عارف ازاي؟ فلما شافتني كان هنا موضوع في اللقطه دي، مش عشان حاجه. عارف ازاي؟ فلما الراجل يحافظ على الحكايه دي صدقني العلاقه بتتطور وبتبقى احلى، ولو في رواسب بتروح، يعني لو في سلبيات حصلت في الفترات اللي فاتت دي كلها خلاص بيبقى في ايجابيات احلى. عارف ازاي؟ انت دايما منتظر حاجه حلوه من الطرف الاخر، ده رايي.